اكبر انه ما يموتوني. والله يا اسراء ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انا خايف كثير من اليوم اللي بدهم يجوا يقولوا له فيه انه هو خلص. انا كمان ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بدي اياك تتفائل، يعني ما حدا بيعرف شو بيصير. اذا بدي اقول لك انه بدي اياه يضل بالشغل كون عم بضحك على حالي. ابي تعذب كثير وعم يشتغل مشاننا. اذا بدي اقول لك انه بدي اياه يتقاعد كمان ما بكون مرتاح، لانه حرام هو يتعود على الشغل، ما بيقدر يعيش بدونه. بس المشكله كلها مو هون، المشكله انه الراتب هلا ما عم بكفي، شلون بعد التقاعد؟ وليه كله كم شهر وبتتخرج وبتلاقي وظيفه محترمه وبتساعده. لك الله يسمع منك، انا ماني مصدق امتى بده يجي اليوم اللي بدي اتخرج فيه وساعده، احمل عنه كتف على القليله، ريحه من شغله الازن يلي عم يقاتل مشانه. شو شايفه عم تحكي عن حالك ومطلعني انا برا بكل حساباتك؟ لك انت كل حساباتي، انت كل شيء بحياتي. ان شاء الله بكره بيكون احلى، نتساعد انا وياك على الايام. اه صحيح، امبارح سمعت في صوت عالي كانت بالحارة عندكم، كان في مشكلة خناقة يعني؟ مثل العادة خناقة صغيرة. نمشي؟ ايه يلا. ايه حبيبي، هلا بدي اسألك سؤال. لك هي كانت قاعدة قدامك، شو اسمها؟ سوزان؟ لا لا حبيبتي ما بقدر، اليوم عندنا اجتماع بالمحافظة، ان شاء الله بكرة. لك شو تأخر ما تأخر؟ إيه قسما بالله ما مصدق امتى يطلع بكره. لك اسمعي اسمعي، إيه قلبي من هلا بلش يدق، اسمعي بحياة ابوك اسمعي. سمعتي؟ اوكي حبيبي، اوكي، باي روحي باي. خير ابو سعد في شيء؟ استاذ وصل الرد من المحافظة؟ والله يا ابو سعد ما وصل شيء، بس انا بدي اسألك سؤال، انت قديش بقي لك بالتمديد الأخير مددوا لك اياه؟ اسبوع واحد فيه. خير ابو سعد خير، ان شاء الله بصير خير، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله أبو سعد. ما دام منكم صالح الأعمال. شبك يا رجال؟ شايفتك مالك على بعضك، فيك شي؟ لك اخ مخنوق يا زهرة مخنوق، ما بعرف شو بدي يصير معنا. اخر هالاسبوع هاد رح اطلع التقاعد خلاص، وراتبي رح ينقص، وهالكم ليرة اللي بيزيدوا من حق السندويشات اللي بجيبها للموظفين رح يطيروا من ايدي. وكل الله يا رجال، بكرة إن شاء الله سعد بيتخرج وبيشتغل وبتتحسن أحوالنا شوي. وهالبنات اللي جوا ما بدهم فت عملة، ما بنشبع عينهم. وبعدين أنت فكرة إنه سعد دغري راح يلاقي شغل؟ صعبة كتير يا زهرة صعبة، الشغلة بدها واسطات ومقابلات ومسابقات وبيت شغلة وشغلة. إيه خلصنا بقى، قوم هلأ قوم ولا تشغل بالك، الله دخيل اسمه ما بيقطع حدا. ضحك ابو سعد،
اضحك خلصنا بقى. تعرف ايه ما بتنطق وانت عابس؟ فعلا ما بنطق وانا عابس، شلون بدي اضحك وقلبي عم تقطع من جوا على هالبنات ومستقبلهم. تقاعد قلت لي لك الله يعينه، عنده عيلة كبيرة، شي كبير وشي صغير. إذا الكبير بيناتهم صعيب الجامعة، بس بده فت خبز كتير، هو ما بيعرف يشتغل شغلة ولا بيعرف يدبر راسه. الله يجيرنا ويجيره. ايه سيدي، بكره ابنه بيتخرج وبيعينه، بعين له بشي وظيفة وبصير يساعده يتعين. ايه والله يا ابو سعد بمشي الحال، حتى في مدراء بالمحافظه هن بحاجتهم وما مددوا لهم. بعدين انت لا تنسى صرت انا مرتين ممدد لك. استاذ ما في مجال تخليني عندك ولو لشي سنه لبين ما يتخرج الولد. يا ريت يا ابو سعد يا ريت، انت بتعرف العيون فتحت علي انا. بجوز تيجي بكره ما تلاقينا انا هون، ما بتعرف شو مخبينا بكره يا ابو سعد. الله يخليك لا تاخذني. أنا هلأ جيت محافظة. صحيح مثل ما يقول، إذا الواحد طلع التقاعد كأنه عم بيقولوا له روح موت. لا تفتري خالي عمو سعد، تعبي شوي مقلوع المستشفى. شو؟ سترك سترك يا رب. لا شو
ابوك المستشفى. مين؟ ابوك المستشفى. طب يلا تعال محتاج. شو حكيم؟ طمنا. ايه مشان الله. أزمة قلبية حادة بس مرت على خير، بده يضل عنا بالعناية اليوم للمراقبة، بعدين بنشوف شو بدنا نعمل، بس هلأ للمراقبة. بده ينام بالمستشفى؟ يعني جلطة؟ عم نقول أزمة قلبية. يلا اختي خلينا نمشي، نجي بكره نطمن عليك. لا انا مالي رايحه، روحوا انتوا، انا بقي يعني. ما بروحي انت، انا بضل هون. لا حبيبي روحوا انتوا وانا بقي يعني هون، ما بتحرك لحتى اطمن عليك. اختي انا عندي شغل بالليل، بخلص شغلي بالليل وبجي بطمن عليه وبجي بطمنكم، خلص روحي انت. قلت لكم ما رح اروح، ما بطلع من هون لحتى اطمن عليه، انا بقياني هون جنبه. سعد دير بالك على اخواتك ماما، الله معكم. ماشي ماشي، شرف ماما شرف. شو حكيم؟ شلون يعني وضعه؟ رح خرجوا هلا. خير، يعني منيح. إن شاء الله، بس مع الأدوية بده راحة، ما بده يعصب، إذا بدخن لازم بطل الدخان، هالمرة نفد، بس المرة الثانية الله أعلم. طيب، سلم إيديك حكيم. شكراً دكتور. يا شكراً. Thank you.
خلينا نحمله. لا 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 ساعد افتح الباب. لا 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 تحمل شوي شوي ولا ما يشوفوني البنات. طيب انا بدي طيب يلا يلا راح افتح الباب. على سلامتك. ما في شيء يا عمو، ما في شيء سوي. باي سعد يا ابوك امي. ان شاء الله معافى يا ابو سعد. فات الجاكيت مد ايدك شوي. ايه ايه اخي سعد يرضى لك. سلامتك يا ابو سعد. يا الله شبك سعد، شد حيرك شباب. وينها؟ خلص اللي بطمنا عليه. امشي ما امشي. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين. يا هلا زين فاهمين خير عمو؟ طمنا شو صار للوالد؟ والله شو بدي اقول لك، قهر وتعتير وفقر صار معه هيك ازمه قلبيه. لا 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 ما بيستاهل المسكين. الله يعافيه يا رب. شكرا زين. يلا بالاذن اهلين. خليل جيب اثنين شاي للشباب. يا عمي صار لازم تدور على شغل. والجامعة وأبوك وأمك وأخواتك. عمي رب العالمين عم يجربنا أخي، هيك البني آدم شو بدنا نساوي؟ عمي أنت صار في رقبتك مسؤولية، هي مو مزه. أنا بعرف انك انت بتحب القرايه وبتحب الدراسه. الله وكيلك، انا لما بفكر فيك بتذكر لما كنت انا قدك، كنت موت بالدراسه. شو بدنا نسوي؟ نصيب هيك صار. وهلا عمي اذا كان لقيت شغل وضليت عم تدرس لا اله الا الله، بس اذا ما لقيت والله يا عمي بدك تترك الدراسه، لانه يعني صعبه حياة. شو وين؟ أنا ما بعرف اشتغل شيء. لك عمي بتتعلم بتتعلم، ما حدا بيولد من بطن أمه وبيعرف يشتغل شيء. هلا المهم إنه لاقي لك شغلة، بس يعني بعيدة عن الحارة لأنه حارتنا ما فيها غير الفقر. الله وكيلك لك يا ابني، آكل همكم. يعني هالقرشين اللي عم تاخذوها من معاش التقاعد، إيش بدك تكفيكم لتكفيكم؟ خلص ماشي، وأنا رح أشتغل دور على شغل. بس كل اللي صفيان لي سنة لأتخرج. بك أنا انتظر سنة بس. استغفر الله العظيم. استغفر ربك يا ابني، استغفر ربك، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله. يلا يا بنات شبكم، ما تقوموا تدرسوا. لا تخافوا على أبوكم حبيباتي، الحمد لله ما في شيء، منيح وإن شاء الله كم يوم وبيرجع مثل ما كان. يلا حبيباتي. الله يرضى عليك يا أكرم. أهلين أكرم. أهلين بنتي. أهلين حبيبتي. أهلين انتصار. أهلين شبنا أبو سعد. إيه والله بعرفك قوي وإيمانك بالله كبير. إن شاء الله يا رجال كلهم كم يوم وبتقوم ما فيك شي مثل أول وأحسن بإذن الله. وينه سعد؟ نايم. زهرة ما بدي وصيكي بسعدها. ليش هيك عم تحكي يا رجال؟ بعد الشر عن قلبك.
عم توصيني بسعد؟ الله يسامحك، انت بتعرف انه سعد مثل بناتي واغلى من بناتي كمان. انت نسيت اني انا ربيته وهو طفل عمره 9 سنين، ربيته على ايدي. سعد ابني يا ابو سعد، ابني. مزبوط مزبوط. شويني عم دور على شغل، صار 3-4 ايام. اطول بالك، ما بدك لهالهم. بس انت ما بدك تسمع مني، قلت لك تخرج بالاول بعدين بتلاقي شغل، بصير الموضوع اسهل واسرع والشغل اللي بتلاقيه ارتب واحسن. يعني رك على حالك شوي بهالجامعة، كلهم كم شهر. كم شهر؟ بعد كم شهر بنكون متنا من الجوع. اصلا ابي بالاساس رح يطق من القهر. عيد الشرام قلبه. الوضع تغير كثير من امبارح لليوم، كثير تغير، وانا خايف استشنق. شو بده يصير بكره؟ قلت ليش هيك بتضل دائما متشائم؟ مشان الله تفائل شي مره بهالحياه. لك يا ريت يا ريت رضيت بانه يتقاعد وبس، بس هلا المشكله تقاعد ومرض، يعني المشكله صارت كبيره كثير علي. لانك متشائم، لانك بتضل متشائم. ليش متخيل انه بالضروره بكره رح يكون اسوأ؟ ليش؟ ليش ما بتفكر مرة انه ممكن بكرة يكون احلى؟ انا معك، رح ضلني معك. السلام عليكم. اهلين. وعليكم السلام. اهلين اخي ابو خليل، تفضل تفضل. رح اساوي لكم شاي. كيفك اخي ابو سعد؟ ليش معذب حالك يا ابو خليل؟ على كل الحمد لله، هيك الله رايد. ونعم بالله يا أبو سعد، إن شاء الله بتقوم بصحة وعافية. شو رأيك بس تقوم بالسلامة، أدبر لك شغلة ظريفة ولطيفة ما فيها تعب وعلى القاعد، وبتطالع لك كم ليرة فوق راتب التقاعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا سعد؟ خذ والله مطلوبك حراس. لا والله شلون الصحة؟ الله يخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. شلون الشغل؟ إن شاء الله ماشي الحال. الحمد لله ماشي الحال، ماشي الحال. يا زهرة، عاملين لنا كاستين زهورات. وقت اجتني لحالي قلت لحالي خلاص رحت فيها. بس أنت وقت دبرت لي هالشغلة وطلعت من البيت خففت عني شوي، ونسيت حالي اني مريض. يا سيدي، الشغل بجوهر البني ادم وما بيخليه يحتاج غير لرب العالمين. لك الله يبارك فيك يا ابو سعد ويعطيك القوه. يا بيه
شو بدي اقول لك، يعني سعد ما بده يشتغل هو الثاني؟ هالصبي مرضي الله يرضى عليه، لك راح يجن لحتى يلاقي له شي شغله يشتغل فيها. هلا ها راح يدور له على شي مطعم يشتغل فيه. يعني قديش كان بيحب الدراسه، هلا كل همه انه يساعدنا. طيب شو بدي اقول لك، بس يجي قل له انه انا بدي اياه، بدي اخته وروح لعند مدير التنظيفات، يعني هو رجال ادمي وزقرتك بركي بيلاقي له شغله. شو زبال؟ ايه زبال. شو يعني؟ وهي انا كمان زبال، شفت مني شي غلط شي يوم ولا سمعت عني شي غلط شي يوم؟ شو فيها يعني؟ شغل شغل مو عيب. بعدين عمي اللي بيحترم شغله الناس بتحترمه. لا يا ابو عبود، انت على راسي وعيني وكل الجيران بيشهدوا بشهامتك، والشغلة اللي ساعدتني فيها يعني ما راح انسالك اياها مدى الحياة، بس يمكن انا اخطأت بالتعبير، ما عرفت اعبر على المظبوط، بس بتعرف انه سعد مرتب وبيحب الدراسة، يعني سعد غيرنا احنا يا ابو عبود. ايه الله يقدم اللي فيه الخير يا ابو عبود، بس يجي ببعته لعندك، لا تواخذني يا ابو عبود. عبر يا معلم العمار وعلي حارضنا، عبر لي شي فوضى وطالب تعمر دنيتنا، لك صحتين يا ابو سعد. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا ابني. اخ طيب كثير هالشوط على بس. ان شاء الله الف صحة وهنا على قلبك. ايش مهم المجدرة؟ طول عمرها طيبة المجدرة معك انا بعرف. صحتين وهنا لك ابني. يلا يا بنا كلوا حبيباتي وقوموا على دراستكم يلا. كيف دراستك؟ مجنن مثلك. اكرام. نعم. حطي ابريق الشاي ماما. وانت انتصار اجدي الجليات حكي. نعم. سعد. بدي اقول لك على شغلة. اللي بابا. اجا جارنا ابو عبود. ابو عبود الزبار؟ بقول لك ابو عبود. ايه ايه ابو عبود عرفته، شبه؟ عم يقول بامكانه يحكي لك مع رئيس قسم التنظيفات وبيعينوك عندهم. اذا بتحبها ما يعني. ايه بحب، بس شو بدهم يعينوني؟ يعني شو بدي اشتغل هنيك؟ مثل ابو عبود. زبال؟ لك يا ابني هذا شغل والشغل مو عيب. الهي يوفقك ويرضى عليك. سعد اذا شايف حالك يعني ما بتقدر بستنى بستنى شوي، معلش بركي الله هيك بدبر لك شغلة أحسن. هاي تكسروا رجليك وانت عم تدور على شغل وما لقيت لك ابني. أبو عبود قال هو بياخدك لعنده عالشارع هنيك وبيقول لك شلون بتشتغل. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك ويفتح ابو وشك. ولا يهمك ابي ولا يهمك، المهم اخواتي البنات ما يحتاجوا حدا. اشتغل زبال؟ شو يعني؟ الزبالين مو ولاد عالم وناس؟ مراقب بلدية؟ ايه مراقب نظافة بالبلدية. يعني بتراقب الزبالين وهن عم ينظفوا؟ هيك شي.
معناته رح تترك الجامعة مؤقتا؟ يعني ما عاد رح اشوفك كل يوم. طب ما فيك تدرس وتشتغل؟ يعني فيك تجي على الدوام بعد الشغل؟ المشكلة انه الدوام طويل ويمكن ما رح اعمل شي بعده. طريقي طويل كتير وصعب، هلأ صار اطول واصعب. يسرى انا مو بس ما بقدر شوفك، انا يمكن ما بقدر انه ما بقى تقدر شوف. سعد انا بحبك رح ضلني ما عندي غير هالكلمة اليك يا وانا كمان بحبك بحبك كتير بس انا مالي حاب قربتك معي انت لازم تشوفي مستقبلك انا مستقبلي معك وحاضري معك مشان الله لا تتشائم خليك متفائل ما بتعرف بكره كيف رح يكون يمكن يكون احلى انا متاكده انه رح يكون احلى خير عمي ابو عقود اهلين اهلين مش اهلين اهلين عم سعد شلونك؟ الحمد لله ماشي شلون الوالد؟ تمام بيسلم ايه ماشي حاله يعني الحمد لله شو قال نصير رفقه هيك قال لي ابي ايه يا بي المهم انه انت تكون مقتنع شغلتنا مو سهله شغلتنا صعبه كثير نحن عم نلم زبالة الناس ومعلومات الناس أشكال وألوان المحترم واللي مو محترم اللي قبل عالم وناس واللي يعني هات إيدك والحقني الصغير والكبير والمقمط بالسرير يعني أنت أدى ولا لا؟ أدى يعني لو ما اقتنعت ما كنت شفتني هون إيه كان راح أخلص أنا هلأ تنظيف هالمنطقة هاي هون وبروح أنا وياك لعند مدير التنظيفات أبو عبود؟ أيوة أيوة يا خانو مري خانو يعطيك العافية في شوية أغراض إلك فوق بالبيت يا ريت تطلع تاخذهم وفي كمان بلكي بالمرة بتنزل كيس الزبالة معك أي على عيني هلا بخلص شغل وبطلع باخذهم تمري أمر يعطيك العافية شو حبيبي نعيمة؟ الله ينعم عليكي ماما فيقيني بكرة شي ساعة 4 الصبح معلش؟ ايه على راسي بفيق ان شاء الله بصلي الصبح وفيقك مالك شو عن حبيبي؟ لا ماما لا يلا تصبحي على خير انت
خير يا ابو عبود. اهلين عمي سعد، استفتاحه بالصلاه وعلى النبي. يا بي هاي المشي تبعك وهي الصندوق. هلا بس ننظف الشارع هذا من اوله لاخره باذن الله تعالى، بنطلع لفوق على هالبنايات هي بناخذ الاكياس اللي حاطينها اياها هون قدام البيوت. ليش بدنا نطلع على البيوت؟ لك سيدي بدنا نطلع على البيوت. هلا بيني وبينك بقانون التنظيفات نحن ممنوع نطلع على البيوت، بس يعني جماعه متعودين علي هون وجماعه التنظيفات كمان بيعرفوا، يعني جماعه اكابر يعني بنطلع بناخذ هالكيس زباله بنحط لهم اياه، بعدين باخر الشهر بيناولونا قرشين يعني معلومك بحصه بتسند جره، فهمت علي؟ في شغله مهمه بس لازم يعني انت تحطها ببالك، جماعة هون مثل ما حكيت لك المرة الماضية يعني أشكال وألوان، كل واحد بيتصرف معك شكل، أنت بدك تكون بالك طويل. يعني مثلا واحد بيقول لك خذ هالغراض بنطلون، خذ هالقميص، بتطلع أنت هيك بتلاقي يعني مهتري وموخر تلبسه، لا تقول لا، بدك تقول له كتر خيرك أخي، كتر خيرك، لما ما بيعجبك أخي بتلفه وكبه بالزبالة. أخي هيك الناس مفكرين يعني عامل تنظيفات، يعني حي الله شيء، بيلبس حي الله شيء، بياكل حي الله شيء، أوقات الحمد لله بيعطونا اكل، لك اخي والله ما بيتاكل، هن شو بفكروا انه انت اخي بتاكل كل شيء، لا تقول لا، لا تقول لا، قل له كتر خيرك، ما عجبك اخي كبه، فهمت علي؟ يعني بدك تكون انيس واخلاقك طيبه وعالساكت، فهمت علي؟ فهمت. بعدين في شغله مهمه كثير، هي بدك تحطها ببالك، اخي هدول البنايات اللي عم تطلع عليه هون بدك تعتبرهم يعني مثل كأنه حرمة بيت فيهم، يعني فيهم أشكال ألوان، مرأة طالعة من بيتها مو مغطاية، في بنات طالعة نازلة، يعني عينك دائما بدها تكون بالأرض، مين ما حكى معك بتجاوبه وعينك بالأرض، إيه نعم كتر خيرك، يعني بصراحة بوضوح بدك تمشي الحيط الحيط وتقول يا ربي السترة، فهمت علي؟ خلص عمي أبو عبود والله العظيم فهمت، والله حفظت الدرس، إذا بتحب بعد لك إياه حاسة أصعب من المدرسة. إيه خير إن شاء الله. شوف يا أبي أنا رح أعمل لك فحص، يعني بكرة رح أتركك لحالك تنظف وتطلع على البيوت، وبدي أسأل أصحاب البيوت إذا مبسوطين منك ولا لا. شو يا الله يا كريم يا رب يا جب تكيد سلم يا أبي. أي صندوقة اضحكي شوي ونزل لي اياها هيك شمالا. يا كريم يا رب يا الله. يا بي انت بتبدا من هون بتنظف وانا ببدا من هون، نص ساعه زمان بنكون قاشطين. قديش هي؟ كيف أبوام؟ الله يرضى عليك يا أمي، الله يرضى عليك. أنت منيح صحتك؟ أمي 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 وهي سجلها على حساب. مرحبا أمي. أهلين حبيبي، يلا المي سخنة فوت تتحمم لحط لك أكل. والله حمامات السوق كلها ما بتنظف الوسخ اللي عليك. شو وينهم أخواتي؟ اخواتك عم يدرسوا. ها كويس. شبك امي؟
والله هالشغلة صعبة كتير، بس شو بدي ساوي؟ يتحمل كربال أبي وأخواتي. لما شفت الشباب الصبح طالعين من بيوتهم لابسين أواعي نظيفة، يلي رايح على جامعته، يلي رايح على مدرسته، يلي رايح على وظيفته، بتصدقيني حسدتهم؟ يا أمي يا حبيبي، الحمد لله على كل شيء. يعني شو بدك تساوي؟ هذا نصيبك وهيك صار. سعد أمي حبيبي الله يرضى عليك، اسمع مني، بركي بتقدر تدرس بالليل وبتقدم فحص، ايه يمكن تقدر تنجح، مو احسن لك من قراية هالقصص؟ بجوز هيك الله دخيل اسمه بحسنت اخواتك وابوك، الله ياخد بيدك وتنجح. والله يا امي انت عم تحكي صح، هي المشكلة مشكلة وقت، بس رح حاول. شو بدي ساوي؟ طيب جهزي لي الاكل، انا بس ما فوت اتحمم واطلع. امو على عيني، تكرم عيونك. صباح الخير. الليل يعطيك العافيه. وينه ابو عبدو؟ بيكون عم ينظف باخر الشارع. ليك اذا اشتغلت منيح رح نخليك بهذا الشارع، هذا الشارع ما بينعطى من مكان. بس وينك؟ لا تنسى انا بالحزان. لاما كمان هي الشغله بدها حلوان. صحوا او بيعوا، امي قالت لي اعطيك. لا لا امك شكرا كثير. عفوا. هي اول رزقه بتجيني، معه حق ابو عبود حارة اكابر، ما رح صلحه. اصلا ما عندنا تلفزيون ليكون عندنا ريسيفر، بدي اعطيه لموفق يبيعه. مرحبا معلم. يا هلا هلا ابو. شو البركه؟ ابو علي. ابو علي زكاتك، معلش خلي هاد عندك بس لبين ما خلص شغل. تكرم عينك. هلا شكرا. هلا وسهلا. يلا الو الو. اي حبيبي سوري كثير كثير، بس انا لازم اني اطلع على درس الموسيقى اول بعدين بشوفك. اوكي طيب ماشي خلص. اوكي تخلصت عليك انا. ميرسي باي. هيك بكره عندك تصوير طول النهار؟ لا بكره بريك للكاست كله. اصبح بكره فاضيتي لي. ايه حبيبي ليش انا شو عندي غيرك؟ بحبك. وانا كمان. شوفك بكره. ناطر بكره على النهار. ها شو كمان بكره عندك جامعه طول النهار؟ لا حبيبي بكره بس عندي محاضرتين. ايه كويس كثير، منيح. انا عندي محاضره واحده بعدين بدك تفضيلي. طبعا رح افضلك، ليش أنا مين عندي غيرك؟ وأنا كمان. ما
بابا، انت بتحب ام كلثوم؟ ومين ما بيحب ام كلثوم؟ طبعا بحبها لك ابني. ايه ان شاء الله. مرحبا امي. اهلين حبيبي، يلا دقيقه لحط لك اكل. لا امي، لا تحطي لا تحطي. ليش امي؟ اكل شيء؟ ايه اكلت شبعان. طيب امي، ساوي لك كاسه شاي. لا لا بس تعبان ودي نام شوي. مثل ما بدك حبيبي، مثل ما بدك. سلامتكم لك انتي، خذوا كل واحد وحده. يلا الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يوفقكم. مع السلامة. سلامة. مع السلامة. مع السلامة. أهلين إبراهيم. أهلين أبو سعد. لك كمان. أهلين إن شاء الله مبسوط. لك كمان بدي أخذ لك. كيف أحوالك؟ أخذ لك وحدة. اخذ لك وحده. هاي خمسه، هاي وحده. الله يوفقك. سلم لك. الله يفتح عليك. علينا وعليك وعلى امه محمد. Thank you.
أنا كمان اشتقت لك. ماشي نروح. لوين؟ لبكرة. أنا مستعد أروح معك لآخر الدنيا. يا سعد يا الله شلون الشغل؟ منيح الشغل منيح. أنا شغل عمي أبو عبود؟ ليش هذا اللي عم نساوي هذا اسمه شغل؟ ليش حدا شايفنا نحن؟ ليش نحن بيعتبرونا بني آدمين؟ نحن مو بني آدمين، نحن زبالة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لك شبك لك ابني؟ اللي شبك؟ حدا حكى معك كلمة شي برا هذا الطريق؟ حدا زعجك؟ لك يا سعد يا ابني لازم تتحمل، لازم تتحمل، مو مشانك بس، مشان امك ومشان ابوك ومشان اخواتك. لك شو نسيت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بعدين لك ابني ما بدك مصاري مشان تدرس؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليش انا شو حكيت؟ عم بحلم. حرام الواحد يحلم. لك حتى الحلم تبعنا عمي، حتى الحلم بيموت لما بنمسكها لهي، بيموت. عم طلع على هالشباب اللي بينزلوا من هالبنايات، من هي ومن هي ومن هديك، بشو احسن مني؟ افهم؟ ازكى؟
لا والله أنا شايفهم صايعين ومو هم من شي به الدنيا غير البنات والموبايلات والسيارات. قل لك كلمة لك ابني، ادروس ادروس، ما في شي بيخلصك من الشغلة اللي ما لك طايقة ولا لك حببة غير الدراسة. أنا بعرف من الأساس أنت كان ما بدك إياها، بدك تكمل دراستك، بس بدون هذا الشغل ما بتقدر تكمل. بعدين أولتها وآخرتها، نحن شو عم نعمل لك ابني؟ نحن عم ننظف، عم ننظف البلد. والله لما بمرق بالشوارع وبشوفها نظيفة بفتخر بحالي، بفتخر ببلدي. لك بلدنا نظيفة، لك مين عم ينظفها؟ مو نحن. لك مو بس بلدنا نظيفة، نحن كمان من جوا نظاف، نظاف لك ابني، استغفر ربك. لك آخ لو طالع بإيدي لعيش عيشة الملك، بس الله هيك رأيت شو بدي أسوي، لما تقهروني. معاش اللي بده يقهرك يا أبو سعد، إيه أنت والله بعمرك ما قصرت. ليش أنا مبسوط بشالته لسعد، والله ما بريده يتبادل قدام رفقاته، بس شو بدي أعمل؟ فوتي لعنده وطيبي بخاطره، وإذا بتدايب شالته يتركها وعمره ما يكون، وخلي يدور على شغلة تانية. أنا قايمة لعنده. سعد. أهلين أمي. شبك حبيبي؟ مالك عاجبني؟ فيك شي؟ كرهان حالي، كرهان كل شي بهالدنيا. ليش تقبرني؟ كرهان شغلك ما هيك؟ لك يا ابني يا حبيبي، احمد الله، مو احسن ما نحتاج لحدا او نمد ايدينا للناس؟ الحمد لله على كل شي يا ابني. اي والله ما يدرى ابوك ليطق من قهره. لا امي، دخيلك دخيلك امي، لا تخليه يدرى. خلاص ماشي الحمد، ماشي الحال حبيبي. حاكم بهاليومين كمان هو الله يعينه على طول سرحان، وصاير ما عم يحكي مثل الأول. طول بالك حبيبي، الله يرضى عليك، طول بالك. شهر طبق الرئيس الزيت والزعتر، ويمكن استغنى زيتون اكيد فيش. هلا بشو هالحكي؟ عيب عليكي، هذا الزيت والزعتر يلي مو عاجبكم في ناس مو صاحبهم. يلا ماما قوم، الله يرضى عليكم، لا تعذبوني. شو انت بابا غرقان بالنومة؟ يا حبيبتي امبارح اخذ حبتين مسكن ونام، الله يعافي يا رب. قوموا حبيباتي يلا عجلوا غسلوا والبسوا مشان ما تأخر على المدرسة. الله يرضى عليكم. لك تعالوا نجيب الشحاحين. في حدا سرقوا من بين رفقاتك انه اخوك بيشتغل زبال، فهمتي؟ اوعك، واذا عرفوا خليهم يعرفوا، اصلا انا ماني مستحيه بشغل اخي فوق ما عم يصرف علينا. نتصار نتشرشح، والله نتشرشح، لا تجذبيها. عمر رفقاتك وعمر هالناس ما حلوا لا ربطوا هالدنيا. ايه انت بتعرف جوات رفقاتك، هي الاخوه نصابه، هي الاخوه حرام، هي الاخوه بغش الناس، هي الاخوه اللي بيضربها. اصلا انت ما بهمك غير شو بدهم يقولوا، تضربي انت وياهم. ايه امشي 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 انت. Thank you.
شو ما طلبت ريسيفر؟ والله حقيقة بابا ما بعطيه مصاري مشان يصبح ريسيفر. خلصي وحاكي اوكي بقى مشاور وحاكي ما نسيتي شيء؟ سلامتك حاكيني بس جوزتي خلص درسه بحاكي اوكي يلا. ما نسيتي شيء يلا باي سعد شباب شباب إنه عم يعطوك المصاري زدتوها زدت هيك خاف تدق إيدهم بإيدك توسخ لهم إياها لك يا سعد يا حبيبي انساهم انساهم حبيبي هدول الناس انساهم انت لا تفكر الا بواجبك وبشغلك وانك عم تقبض انت مقابل هذا التعب لك حبيبي هدول الناس انساهم ايمن من بالك خلص انا ما عاد اقدر انا خلص شكرا شكرا كثير انك ساعدتني بس انا ما عاد اقدر انا رايح سلم لاقي بدي لاقي شغله بالعالم والناس على القليله بيصيروا يشوفوني مثلهم ما في ولاد بدهم يشتروا من البسطة بابا لا تتركني بابا الله يخليك لا تتركني خليك لسا انا ما خرجت تتركني هلا ما خرجت تتركني بابا الله يوفقك ما خرجت تتركني هلا بوس ايدك لا تتركني بابا خلي معك يا عمو يا عمو الله يرضى عليك لا تعمل هيك هلا انت رجال العيله لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه بعمره ما عذب حدا مثل ما كان نايم ضل نايم يعني ما قال شيء ما حكى شيء ما فتح عيونه من امبارح وقت لي قال لي يا زهرة فوتي لعند سعد وشوفي إذا كان متضايق من شغله قال لي
إذا كان متضايق من هالشغل بلا عمره ما يكون. وبعد هيك ما حكى ولا كلمة. يا عمو أهلين عبوس. السلام عليكم. كيفك؟ شلونك سعد؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل. رحمة الله عليه. تعيش. تفضل تفضل عمو. يا رب. يا الله. مسيك. أنت عندك مصروفات كتير ونحن أهل. الله يديمك عمو، خيرك واصل. الحقيقة نحن في شوية مصاري مع الوالدة بكفوا لبين ما دبر شغل. أهلين عمي سعد. أهلين سهلين. حليت علينا البركة. فوت. بس إلي عندك هيك طلب بتمنت حق إليه. طيب فوت هون على الباب بدنا نحكي. فوت. طيب إذا ما كنت عم تشتغل مراقب بلدية كان شو كنت عم تشتغل؟ زبال. إيه زبال. ما رح أقلك كنت مضطر، بس أنا كنت عم أشتغل زبال ورح ضل أشتغل زبال مشان ما نموت من جوعنا، مشان يكبروا إخواتي ويتعلموا، مشان أمي ما تضطر تشحط أو تشتغل ببيوت الناس. ولأني بني آدم، ولما بتتسكر الطرق كلها بوش البني آدم بيضطر إنه يشتغل زبال. أنا عم لم وسخ الناس، وسخ الناس مشان أهلي يتموا نضاف. أنا آسف إذا عم قلك هذا الشيء، بس أنا ما بقدر أخبي مشان أنت تقدري تحسبي أمرك معي. كل الأحوال أنت لازم تعرفي إنه أنا ما بقى أستحي من شيء أبدا. كنت معناتها فيك تشتغل بحارتنا. فينك تشوفيني امتى ما بدك.